أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد في خطبة الجمعة أن المرسوم التشريعي الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بإحداث صندوق الزكاة والصدقات هو ارتقاء بالعمل الخيري وتطبيق لأوامر الله وسنة نبيه الكريم. من جانبهم أشار أئمة وخطباء المساجد في خطب الجمعة إلى أن المرسوم التشريعي يشكل نقلة نوعية كبيرة في العمل الدعوي الإسلامي في سوريا. الشيخ مأمون رحمة خطيب الجامع الأموي وصف المرسوم بالخطوة المهمة والمباركة. أيها الإخوة المسلمون، بمبادرة طيبة وكريمة ومن دافع الشعور بآلام الفقراء وأصحاب الفاقة، أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد حفظه الله مرسوما من أجل إنشاء صندوق للزكاة في وزارة الأوقاف. هذا الصندوق يشرف عليه ثلة من العلماء الأفاضل يعرفون بالنزاهة، يعرفون بالتقوى، يعرفون بحبهم لأبناء وطنهم ومجتمعهم. وهذا الأمر يحدث في أول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف، والغاية من ذلك هو تحقيق التكافل الاجتماعي والتراحم على النهج الذي رسمه القرآن والسنة. خطوة طيبة مباركة عظيمة فيها خير لهذا المجتمع. الغاية من الزكاة أيها الإخوة ليس فقط إعانة الفقير، الغاية من الزكاة هو أن تجعل الفقير يعطي في المستقبل. اليوم يأخذ لكنه غدا سيعطي، هذا هو الغاية وهذا هو الأمر المقصود من الزكاة.